فعايزين حاجة محترمة تجيلنا. لأن النهاردة بصراحة لما ألاقي عربيات تمنها 200 و250 و280 ألف، ما فيهاش وسائل أمان، ما فيهاش إرباج واحدة توحد ربنا، ما فيهاش، ده أنتوا كده بتضحكوا، ده أنتوا بتنصبوا علينا. رغم كل ده تبقى إرادة المصريين اللي بتواجه الجشع والاحتكار موجودة وبقوة. كدابين الزفة وأبواق الوكلاء من خبراء السوق ومسؤولي منظمات أعمال الخاصة بالسيارات، وللأسف بعض الصحفيين العاملين في مجال السيارات، موقفهم إيه بعد ما كانوا طالعين لو تفتكروا في شهر 11 و12، وأول واحد الواحد فيه متجعص كده ويقول لك العربيات مش هتقل من 3 لـ5%، العربيات أقصى تخفيض ليها 10,000 جنيه، لا أصله الوكيل بره بيعلي السعر فهياكل، ده شغل 3 ورقات. طب موقفكم ايه دلوقتي وصدمتكم ازاي وشكلكم ازاي وتطلعوا على الناس تتكلموا ازاي بعد ما الوكلاء خفضوا في العربيات من 10% و12% واكتر في بعض الانواع؟ رغم كده مش مكسوفين وبيطلعوا كل شوية وبينظروا على الناس، على الرغم التخفيضات اللي حصلت كلها تخفيضات وهمية لأن ومش حقيقية، لأنها عبارة عن جزء من الزيادات اللي حصلت في نهاية 2018 اللي اتحطها الوكلاء على العربيات. مش هنتنازل عن حقنا كمصريين في سعر عادل للعربيات، ومكملين وواصلين مقاطعة الشراء لغاية نهاية السنة. موديلات 2018 حوالي 30% فاضل في الستوك بتاعها ما اتباعش، 2019 90% لغاية دلوقتي من اللي دخل ما اتباعش، وكلها 4 شهور وينزل موديل 2020 بالشكل الجديد، والناس والعربيات عارفين ايه معنى ان عربية تغير شكلها للشكل الجديد. يعني كده ان الوكلاء موقفهم صعب، الخواجة بره ما بيهزرش، الشركة الام مش شريكة معاهم هنا، ده الوكلاء بيشتروا العربيات ومرتبطين بتارجت معين وحجم معين وكم معين كل سنة يحققوا، ولو ما تحققش اسألوا لنا، بيشدوهم كده على برة في اجتماع على دائرة مائدة مستديرة في الشركة الأم بينفضوهم تنفيض. ودايما الشركة الأم عندها وكيل واتنين جاهزين في الدرج يفتحوا كده ياخدوا التوكيل فورا، اي توكيل مش هيحقق التارجت بتاعه هيبقى في مشكلة، خصوصا ان الشركة الام بتدفع كل سنة ماركتنج سبورت ملايين الدولارات كل سنة مساندة تسويقية. عشان كده يا مصريين، يا مليون مصري شريف، الفرصة كبيرة، بشرط نكمل بعزيمة وارادة حملة المقاطعة بتاعتنا، ولازم نوري العالم كله ان المصريين يقدروا يعملوا حاجة، وان دي ثقافة جديدة بقت عند المصريين اللي احنا بنحييها.